السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. معاكم احمد بك. ان شاء الله انا النهارده هنتكلم عن الولف دوج، حيوان الولف دوج. الحيوان ده هجين ما بين الكلب والذئب، والحيوان ده معروف انه ممنوع في كل انحاء العالم. ليه بقى؟ بس بيربوا الحيوان ده عشان محتاج بيئة مناسبة له، والحيوان ده معروف انه ذكي جدا وفكه ممكن يكسر الحجر او ممكن ينط مسافات عاليه او يهرب او يحفر تحت الجدران. ربنا كرمك ان شاء الله يوم من الايام اشتريت الحيوان ده، او فكرت يوم من الايام انك تسيبه او ما تاكلوش، صدقني يوم من الايام هيجي وهياكلك وهيعتبرك وجبه دسمه ليه. كده الحلقه خلصت، ولو اول مره تسمع معلومه ليه ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وما تنساش تكتب رايك تحت في الكومنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.